السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم يا شباب بدرس اليوم. معاكم تيسير من تيسير ديزاين. اليوم حاب أشرح لكم كيف ممكن نساوي ماسك أفكت باستخدام برنامج البريمير. خليكم معي بالشرح. شايفين هون مثلا هذا الباب، حابب انا محل الشاشه الخضراء هاي او الجرين سكرين اركب عليها كليب. حنشرح اليوم انه نحن كيف راح نقيم هاي الجرين سكرين ونركب مكانها كليب ثاني. خليكم معي بالشرح. بسم الله، اول شيء بدنا نكون فاتحين برنامج البريمير. حنفتح برنامج البريمير ونجي على الايديتنج. نجي على الايديتنج، بناخذ الفيديوهات اللي بدي اياها. انا بدي هذا الفيديو اللي حيكون محل الشاشة الخضراء، وأخذ الباقة، أخذ هتول الفيديوين الاثنين وأحطهم وين؟ أحطهم هون، أسحبهم على البريمير. طيب، بسحب الباب بأخذه لتحت لهون على التايم لاين. شو بساوي؟ أول شيء بدي أقيم أنا هي الشاشة الخضراء مثل ما أنتم شايفين وأركب عليها الفيديو. فأول خطوة بدي إياها هي كالتالي، شغل الفيديو شوي، مشي لغاية أوكي. شفنا هون أول ما بلش شو؟ أول ما بلش يفتح الباب. خليني ازوم شوي عشان اتبين عليكم. اول ما بلش يفتح الباب، يعني خلينا نقول من اول هون. اوكي، من اول ايش بسوي؟ بطصي على الكيبورد وبقص الجزء هذا. هلا انا الشغل تاعي حيبلش من هون، فايش راح اسوي؟ بروح على الافكت كنترول، بعدين بجي على الاوباسيتي مثل ما انتم شايفين هون، وفي الأداة اللي اسمها Free Drop Bezier اللي هي أداة الألم. إيش بساوي؟ بيجي خليني أكبر شوي، أزوم عشان يبين علينا، هون لازم تكون شوي مزومين عشان تبين الصورة. وبالنسبة لنا بالشغل ممكن أكبر كمان عشان تبين أحسن. طيب إيش أساوي؟ بيجي لهون برسم خط، بعدين باخذ الخط أحط نقطة تانية، بحط نكبر شوي كمان عشان ما يغلبنا، نحط نقطة ثانية ونسحب هيك الأخير ونقول نسكر ونحط هاي. طيب هلا هيك أنا هتسكر. أنا إيش بدي أساوي هيك؟ هيك صار كله أسود. أنا مو هذا الشيء بدي أساوي، معناته بيجي الخيار اللي اسمه invert. تلاحظ هون في شيء اسمه invert، أضغط على الانفرت صف الأسود، بس إيش محل ما علمنا. برد بزون عشان تبين علي الصورة بوضوح، بعدين بيجي أنا بحب شوي أكبر أكثر مشان كمان خليني أكبر زيادة عشان تبين علينا وعليكم بوضوح. هلا هون أنت فينك تحرك، أنا هون بحرك شوي مشان إيش أعرف الحدود. يعني هي أوليتها حتكون حدها يدوب بسيط جدا، يعني لأنه لسه الباب أول. أنا بسكر هيك، برد هون بحط بس شي بسيط. طيب هلا انا حطيت اول خلينا نقول اول فريم، ماشي. طيب هلا ايش بساوي بعد ما حددت؟ تروح لهون على الماسك، بتلاقي فيه الاوبشن اللي اسمه ماسك باث. حلو، بدك تضغط على علامه الايش، على علامه الساعه هاي، تضغط عليها عشان تحط كي فريم. طيب هلا بمشي انا هون، بمشي بالنسبه لي مثلا عشان اسهل على حالي واسرع شوي، مشي ممكن تمشي انت فريم فريم، يعني على الكيبورد فريم فريم، واحد اثنين ثلاثه، او ممكن تمشي مثلا اربع فريمات خمس فريمات. انا بالنسبه لهي التوتوريال عشان يكون الموضوع شوي سريع وما نتاخر، راح امشي اربع فريمات، يعني واحد اثنين ثلاثه اربعه. ايش بساوي بعد ما مشيت اربع فريمات؟ برد بزود شوي الزوم، بضغط على الماسك عشان يبين، كبر هون عندي الشاشة عشان أشوف، بعدين بسحب الفريم كله، عفوا بسحب الماسك عفوا على إيش؟ على الشاشة الخضراء عشان شو؟ عشان يغطي الشاشة الخضراء اللي راح أبدلها بكلب. فنحن هون مثل ما أنتم شايفين هينا عم نغطي الشاشة. هلا هيك الشاشة الخضراء فتغطيت. طيب هلا هيك خلصت الخطوة الثانية. هلا بدي أصير شو؟ بدي أصير أعيد وأزيد نفس الخطوة. برد باخذ أربع فريمات، واحد اثنين ثلاثة أربعة. وإذا ملاحظين هون بتلاقي في عندك الكي فريم، إذا بتشوفوا هون، إذا مبين عليكم
هلا هذا اول كي فريم، هذا ثاني كي فريم، فانا هيك معناتها شو الحركه اللي عم بساويها عم تتسجل، فهمتوا علي كيف؟ طيب خليني ارجع على الشاشه لهون، برد بكبر، برد ايش بساوي؟ برد بحرك مره ثانيه الماسك على شو يغطي كل الشاشه الخضر مثل ما انكم شايفين. بنحاول احنا نكون قد ما فينا يعني انه ايش القطع والامور تكون نظيفه وكلير وعلى الادج، عشان ايش؟ عشان لما نحط الفيديو يطلع الشغل نظيف بدون اي تقطيع او اي شيء. طيب انا هلا راح اعيد وازيد نفس الحركه مره ثانيه مشان ما نطول عليكم، راح اسرع هذا الجزء وبشوفكم بعد ما يخلص الماسك كليا. مثل ما انكم شايفين انا اوريدي خلصت الخطوة الاولى اللي هي شو؟ اللي هي عملية الماسك. فخليني هلا اشغل تشوفوا كيف، يعني هذا الكليب هيك شغلناه، بتلاقي محل ما كانت الشاشة الخضراء هون راحت وصار في هاي الشاشة السوداء. طبعا انا قصيت الكليب مشان ايش؟ مشان اختصارا للوقت ومشان ما يكون الدرس طويل على الفاضي، فانا حبيت اقص الكليب اقصره شوي. فهي مثل ما انكم شايفين صارت هون الشاشة سود. هلا الخطوة اللي بعدها، بعد ما قصينا نحن مثل ما انكم شايفين هون، بعد ما قصينا نحن الشاشة الخضراء وركبنا عليها الماسك، بيجي على الكليب اللي بدي احطه. انا مختار هذا المنظر، منظر بحر عاجبني، ممكن ناخذ مثلا زي هيك لقطة حلوة شوي، اوكي منظر شروق الشمس مثلا، ممكن ناخذ هون مثلا زي هيك، باخذ الكليب وبحطه وين؟ بحطه تحت كليب تحت الماسك، فهمتوا علي؟ خليني اخذه على قد الفيديو. فهلا لما نجي بنشغل بتلاقي شلون فتح، طلعت الشمس وين؟ في وجهك، نشوف هيك احلى صار. فتح الباب بتلاقي الشمس هون صارت محل الشاشة السوداء. هلا هيك بنكون احنا شو ركبنا الماسك وبكون خلصنا الشرح البسيط. بتمنى يكون عجبكم الشرح هذا، وإذا عجبكم لقيتوا الدرس مفيد لا تبخلوا علينا بلايك وشير وسبسكرايب، ونشوفكم إن شاء الله في درس جديد. إذا عندكم أي تعليق، درس حابين نشرح فيه مثلا، ممكن تتركوا لنا بالتعليقات ونحن جاهزين نرد عليكم بس على وقت. شكرا لكم ونشوفكم في درس جديد. مع السلامة.